لكن لو قال شخص، وهذه مسألة يسأل عنها كثيرا، يحدث مثلا في المدارس أو في غيرها مسابقات أحسن فصل قد لا تكون فيه معلومات شرعية، أو مثلا بين طلاب الفصل لكن في مادة غير مادة التربية الإسلامية كما سلف، إن كان العوض من الطلاب فلا يجوز، وإن كان من بعضهم فلا يجوز، لأنها ليست علوما شرعية. لكن لو كانت من طرف آخر، من إدارة المدرسة أو من المعلم ذاته، يعني من طرف آخر خارجي، فهنا ظاهر كلام الفقهاء، فقهاء الحنابلة، التحريم ظاهره التحريم. والذي يظهر أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك بإعطاء هذه الهدايا إذا لم تكن من المتسابقين ولم تكن من بعضهم، وإنما من طرف آخر، من طرف آخر، لأن في ذلك مصلحة ولم يكن بها شبه قمار، لن يخسر الطالب، نعم لن يخسر، هو إما سيربح أو أنه لن يخسر، إلا فيما أجريت، فيما لو أجريت مسابقة لا يترتب عليها منفعة، أو مثلا الرهان لا يترتب عليه منفعة، لأن الإنسان مأمور بأن يحفظ ماله وأن لا يدفع ماله إلا بما فيه منفعة دينية أو دنيوية. تصور لو قال أراهنك إن لم يكن هذا الخبر صحيحا وإلا فإن فلانا من الناس، وهو صديق لهم طرف ثالث، هو الذي سيدفع، يعني شخص ثالث، هما تراهنا الاثنان تراهنا، لكن لن يدفع أحدهما شيئا ولن يدفع شيئا، وإنما طرف آخر، هنا سيدفع على ماذا؟ على أمر لا مصلحة منه ولا منفعة. وذلك سيأتي معنا في الوقف أنه لا يجوز أن ينفق على جهة أغنياء كما سيأتي معنا إن شاء الله، وعللوا بذلك من أنه لا يجوز لمسلم أن يدفع ماله إلا بما يعود عليه بمصلحة دينية أو دنيوية، لكن في مثل ما يتعلق بالطلاب وما شابه ذلك لا حرج إن شاء الله، لا حرج. هذا في المسابقات التي تجرى في المسائل العلمية التي من غير المؤتمر السامي. لكن لو قالوا مثلا والله مثلا مسابقة لأحسن فصل في ترتيبه وفي جماله وسيعطى جائزة، وإذا بطلاب هؤلاء الفصل يجمعون أموالا، فلا يجوز، لا يجوز في مسابقة بين الطلاب إذا ما كانت في المسائل العلمية الشرعية 100%، يعني ما فيها مسائل أخرى، لا يجوز أخذ شيء منهم، لا لهدية ولا لغير ذلك. يعني إذا كانت المسابقة بين الطلاب أو لأحسن فصل، إذا كانت الهدية ستكون من طرف آخر من غير أن يدفع الطلاب أو بعضهم من غير أن يدفع ولو ريال واحدة، فلا حرج إن شاء الله. لكن إن كان سيدفع بعضهم أو سيدفع كلهم أو لن يدفعوا وإنما دفعوا بطريق غير مباشر فجملوا الفصل، إذن تجميل هذا الفصل دفعوا فيه أموالا، هنا تلك الهدية التي يأخذونها لا تجوز، وهي مسابقة غير شرعية. لما؟ لأن الطلاب الآخرين في الفصول الأخرى دفعوا مالا، غنموا؟ لا، خسروا.